مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، وكتار منا مثل ما ذكرنا بيعتمدوا على حالهم بتوقعاتهم بخطواتهم بنجاحهم، وكتار بيعتمدوا على الحظ، بيقولوا لك نحن ناطرين حظنا والفرص اللي ممكن توصل لعنا. وشو ممكن يتوقع لنا الحظ بهيك موضوع، او شو هي تنبؤات يعني علم الابراج والفلك بهيدا الموضوع؟ يعني كثير ناس بتتابع وكمان بشكل يومي، اذا انت ممكن تنتبه في كثير حتى عندهم يعني التأثير وإدمان بهذا الموضوع تماماً. أنه أنا بقرأ برجي كل يوم، بتابع شو أرقامي شو حظي شو الطاقة، وبيشتغلوا على هذا الأساس. شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ هلا حسب، ما فينا نقول خطأ وما فينا نقول صحيح، بس في علم كمان اسمه علم الأرقام والأحرف والأسماء، كمان في ناس كتير بتحسب بطريقة وفعلا بيطلع الكلام دقيق وصحيح. لهيك رح نعرف شو ممكن فعلا يكون تأثير الأسماء والأرقام على حياتنا. بيسعدنا نرحب معنا بالاستوديو خبير عن الأرقام الأستاذ نزيه سمندر. من لك صباحك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وبمركز اللاذقية، وبحييكم وبحيي البلد وبحيي القائد وبحيي الجيش، ويا مرحبا بكم. يا أهلا فيك. بداية الأستاذ نزيه، خلينا هيك كلمحة سريعة، بداية نحكي عن الفرق ما بين علم الأرقام والأحرف والأسماء وعلم الأبراج. اولا اذا بلشنا بعلم الابراج، هو علم يعتمد على الكواكب، يعني مثل الشمس الشمس المريخ المشتري عطارد، هو يدرس جوانب الشخصيه فقط. هذا علم الابراج. تمام. علم الاحرف والارقام هو علم مرتبط كمان بعلم بالفلك، ولكن هو له ارتباط بالمنازل القمريه التي تدعم الحروف. تمام. وهو يدرس جوانب الإنشاش وجوانب الإنسان والشخصية وما هو عليه الآن وما سيكون في المستقبل. هو يعطي نسبة نجاح فوق 80% طبعا حسب العالم أو الدارس لهذا العلم. تماما. هلأ بدنا نحكي أستاذ نزيه عن تأثير الأسماء على الشخص، يعني هل صحيح لكل امرئ من اسمه نصيب؟ يعني قديش هذا الموضوع دقيق؟ هلأ لكل امرئ من اسمه نصيب، هي تطلق مجازا، ما فينا كل واحد اسمه ما بيعطي صفاته، يعني مو كل انسان بيكون اسمه نزيه لازم يكون نزيه طبعا. ولكن نحن من خلال علم الحروف ممكن هذا الاسم نسقطه على الارقام، من خلال جمع الارقام بيعطي رقم معين، هذا الرقم بيعطي دلالات على الشخص. ولنضرب مثلا يزن، مثلا يزن بيسمع 10 17 زائد 10 مثلا 27 بيكون 9، 9 رقم مثلا في شهرة، في نجاح، في حياة عاطفية حلوة، بس ولكن بيكون صعب الاختيار بالعاطفة، ما في شيء بيعجبه لهذا الرقم، عرفتي كيف؟ هي هذا مثلا بهذا العلم. طيب أستاذ، الله يسمع منك بالبداية بالنجاح والشهرة. أستاذ بداية مثلا، ممكن كتير في أسماء مثلا أو أشخاص عم يسمعونا حاليا بيقولك طيب أنا كمان اسمي يزن، شو الاختلافات هون بتتم؟ أنا رح أقول لك شغلي، هلأ بعلمي أنا الأحرف والأرقام في يزنين عندي، في يزن ابيضان للبشره وفي يزن اسمران للبشره. كمان يعني ممكن على المظهر الخارجي الالوان تعطي طاقه جدا. الالوان تعطي طاقه، اللون الابيض بيعطي طاقه، اللون الاصفر بيعطي طاقه، اللون الاسمر بيعطي طاقه، لكل لون بيعطي طاقه لهذا الشخص. اثنين، لكل شخص مثلا بتشوف يزن الابيض غير يزن الاسمر، بطاقه الجسد، بطاقه الروح، بطاقه العقل، يعني كل واحد لا يكون عنده طاقه. زائد نحن ممكن نستعين باسم الام مثلا لما بدنا نحسب حساب شخص. طبعا انا ما بستعين لانه هي مرحله قطعتها، ولكن بعرف شخص من لما بشوفه مثلا اذا كان الاسم بيناسب الشخصيه ولا لا. تمام. في اسماء لا تناسب الشخصيه مثلا، يعني انت يزن ما فيني بسميك محمد، ما بيزبط، عرفت، ما بيزبط معك، يعني انت لازم هذا الاسم يناسب شخصيتك كطاقه جسم مثلا، كطاقه عقل، كطاقه روح، لانه الانسان فيه ثلاث طاقات لازم يكون كثير مهتم فيها بحياته. تماما. اذا يعني حسب خلينا نقول شكل الشخص وارقامه، يعني حتى لو طبعا ثلاثه اربع حاملين نفس الاسم لكن بيختلف من شخص الى اخر. هل في تشابه بالاسماء؟ تشابه. الابيض بيكون تشابه 80%، ممكن يختلفوا باسم الام فقط، ولكن هذا الاسم انا يعني هذا الاسم بيكون ناجح 90% 80% مثلا من يزن بيكون ناجح، ولكن الاسمراني بيكون بيختلف عنه تماما. الاسمر، طب يزن الاسمراني لازم يكون بارد جدا، يعني بارد بحياته بالعلاقه بالشغل بالعمل. لا، يزن الفاتح هون بعكسه تماما، نشاطه وحركه. انا هون في اختلاف لون البشره.
ممكن هي الطاقة الشكل اللون بتنعكس على تنعكس تمام تنعكس على على الاسم. طب رح نبدأ من الاسم من عندي مثلا اسم نادين، هل كل حدا بيحمل اسم نادين بيكون نفس كمان الصفات؟ طبعا لا، كمان بتختلف كمان طبعًا. عند الأنثى هلا هون بنجي نحن أول شيء أول مرتبة بنجي على تاريخ الولادة مثلا. اللي بتجي نادين يوم السبت غير يوم الأحد، اللي بتجي 12 شهر غير 17 شهر. إذا في أرقام تحدد علاقة نادين بالكون. علاقة نادين. ثاني شيء بنيجي على لون البشرة مثلا. عفوا، يعني نادين البيضاء غير نادين السمراء. مثلا اسم نادين لازم يكون ناجح. شوف البيضاء كثير بتكون باردة جدا، حتى يعني بكل مجالات الحياة بيعطي بارد، يعني هي بيكون عندها نقص طاقة الجسد. هي طاقة الجسد بناخذها من خلال أول شيء الغذاء، ثاني شيء في كثير شيء مهم هو القرآن الكريم بيعطي طاقة كتير، بيعطي طاقة جسد وروح وعقل للإنسان. نادين البيضاء بينقص طاقة الجسد، هي بتاخذ من القرآن الكريم. وأفضل الآيات طاقة الجسد فينا ناخذ صورة النبأ. رح يسألوني أنا رح جاوب طبعا على الأسئلة اللي رح تطرح بار المشاهدين. مثلا كيف تعطي صورة النبأ طاقة؟ تناغم الآيات مثلا. عما إذا سألون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفين كما سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا التناغم بيدخل إلى النفس المطمئنة عند الإنسان. رغم كل جدارات الحماية التي تسببها النفس الأمارة بالسوء، هذا بيفتح المجال بعدين لأي شيء إيجابي مشان تاخده نادين البيضاء البشرة. السمراء تختلف، بيكون عندها طاقات روح. أنا قلت لك المرة الماضية كاسم نادين عندك ثلاث طاقات ما موجودة بكل الأسماء، عقل وروح وجسد. ولكن في شغلة كثير مهمة، هدول الطاقات بدهم شحن، يعني هي الطاقة بتخلص بدها شحن. قرآن كريم كثير مهم كثير مهم، وبيعطي طاقة كثير حلوة للإنسان. نعم. طيب هون استاذ نزيع عم نحكي نحن عن صفات موجوده، وعن خلينا نقول صفات ممكن تكون داخليه، وحتى علاقه الصفات الخارجيه بالنفسيه والاسلوب الحياه. نحن اليوم علم الارقام والاحرف هل ممكن انه يعطينا توقعات لهذا الشخص مثلا بمرحله معينه؟ طبعا بكل محبه وكل ثقه. الحروف 28 حروف تمرض، حروف تتطلق كأنثى، حروف تسافر كرجل، حروف تفارق في عمر مبكر. كل حرف له مرحلة بالحياة. عمر الإنسان مقسمينه العلماء زائد الحكماء من 1 إلى 18 مرحلة. لو قلنا مثلا اسم يزن عم ياخد 3 مراحل، من 1 إلى 18 بياخد مرحلة حرف الياء وهي مرحلة الإنشاء عند الإنسان، من 18 إلى 30 مرحلة التمهيد والإنجاز والعمل. يعني هون يزن ببلش يعرف يعمل صح خطأ، بيكون أكبر فكرة عن هذه الحياة. من 30 حتى 60 هي مرحلة تحقيق النتائج. عرفت علي كيف؟ هون هذه الحروف نحن إذا كل حرف أسقطناه على هذه المرحلة من العمر بنعرف شو بيمر بهي المرحلة، إن كان مرض ولا سفر ولا صفات ولا زواج ولا طلاق، كل هدول بنعرفها من خلال تسلسل مراحل الإنسان. هل هذه الحروف وفقا لتصنيفاتها المعتادة مائية نارية هوائية، يعني هيدا يعني وفقا لهيدا الترتيبات ولا لا؟ يعني في روابط أخرى نحن أو معايير تانية؟ بس لك شغلي، هلأ ممكن اتصال الحروف بيسبب كتير مشاكل بحياة الإنسان. الاتصال بالاسم اتصال الواحد، اتصال الحروف مو اتصال بالنهاية. الإنسان هو مهمل بدون الاسم. نحن أطلقنا عليه الاسم ليعرف بهذا الاسم، وهذا الاسم له طاقة، والطاقة تؤثر على جسد الإنسان. إذا كان مثلا إذا بلشنا بحرف مثلا ناري، إذا إجوا بعده مائي وإجا بعده ترابي، هذا الإنسان بيكون عنده يعني طاقات متعاكسة، بيشوف صعوبات بالحياة. بس في مثلا أسماء عندها مثلا حروف متناغمة مع بعضها، مثل اسمك مثلا في تناغم، نا حلو، دين كمان حلو، يعني في حلو. بس أنا في شغلي هلا ذكرتيها أنت، إنه إذا قلنا مثلا قسمناها مقاطع على اسم نادين في دين، هذا كلام ببغائي مو صحيح. نحن بالنهاية بدنا نسقط هدول الأحرف إلى أرقام لحتى نعرف اسم نادين شو له معنى. ممكن أستاذ يعني من كلمة هذا كلام ببغائي، نحن اليوم لأنه كثير من الأشخاص الذين يدعون علم الأحرف وعلم الأرقام بيطلعوا بيحكوا أشياء ومعلومات خاطئة، وخاصة على السوشيال ميديا. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هلأ هي نتيجة ضعف الطاقة الإيجابية، صار الإنسان بحاجة لأي واحد يعطي هاي الطاقة.
يعني هو ناطر لحتى يعطي الطاقة، وصاروا يستعملوا قانون قوة الجذب لحتى يجذبوا المشاهدين، يعني صار في شغلات خرافية كتير. هذا علم بالنهاية. الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال والنجم إذا هوى، إذا في نجم بالهواء. نحن كل علمنا يستند إلى علم الفلك، عن تأثيرات الفلك، عن دخول القمر في برج معين أو في مجموعة معينة. ولكن هون في أخطاء كثيرة عم تصير بهذا العلم. مثلا بيجيك مثلا خبير أبراج بيقول دخول القمر في برج العذراء. طب يا أخي معلش خبرنا كيف، يعني شو فهمنا نحن إذا دخل القمر ببرج؟ ولكن نحن بعلمنا نحن يختلف تماما. هو لما بيدخل بيعطي صفات لهذا الاسم، بس عنا يعطي حقائق. يعني مثلا إذا كان حرف ياء يزن بتكون مجموعته هي النسرة، مجموعة قمرية النسرة هي موجودة في المنازل القمرية 28. لما بيدخل القمر هذه المجموعة فإنه يزيد طاقة يزن، طاقة عقل وروح والجسد. هي بشكل عام عن الموضوع. تماما. هلأ أستاذ نزيه، مثل ما بنعرف يعني قديما ما كان عندهم هذا العلم، فكانوا يعني يطلقوا الأسماء على طبعا المولودين الجدد يعني هيك بشكل عشوائي. لكن اليوم بعد زيادة العلم والمعرفة في ناس لا ما بتسمي المولود الجديد إلا بعد حسابات وأرقام متعددة. برأيك قدي هذا الموضوع فعلا ممكن يأثر على المولود الجديد وعلى طاقة اسمه والأحرف؟ هلأ في شغل كتير مهم لازم ننبه عليها. في ولد بيسموه قبل ما يجي، قبل ما يجي بيسموه. يعني أنا بدي يجيني ولد أنا بسمي ما أعرف أسميه على اسم البابا مثلا، مدحت مثلا أو خالد، ما بيناس يعني. هذا اللي بده يجي شو ذنبه لحتى ياخذ هذا الاسم اللي جاي عليه لاسم أبوك ولا أمك مشان ترضي ناس؟ لا، ولكن نحن بنسمي أسماء بها طاقة. مثل ما قلتي لكل امرئ من اسمه نصيب، إذا ناخذ طاقة الأسماء، طاقة الأسماء النصيب بيكون من طاقة الأسماء التي تعطيها مجموع الأرقام. يعني مثلا إذا سمينا اسم خالد اسم يتعب مثلا، اسم متعب بكل محبة، كل شيء اسمه خالد. يعني أنا بعلمي بحدد أنه 99% اسمه خالد هو اسم متعب ماديا ومعنويا وعاطفيا. ولكن بعطيك اسم ناجح مثلا يزن مثلا اسم ناجح، رغم كل صعوبات الحياة راح يشوف نجاح. نادين اسم ناجح. طب ويقام زميلتكم تحيله ويقام اسم ناجح. يعني أنا ما فيني هلا المرة الماضية حكيت إنه مثلا في إلا ما يجي مرحلة يتعب فيها الإنسان، لا تجي مرحلة ولكن هي تمر بسلام. نحن بنسمي أسماء بها طاقة لا يوجد بها تعب. مثلا بنعطي أسماء للذكر مثلا، مثلا اسم ميرا اسم ناجح، كل شيء اسم ميرا تكون ناجحة. مثلا كمان أسماء ناجحة إناث ولا الذكور؟ بنبلش بالإناث وذكور مثلا. طب مثلا نور أسماء. نورة أسماء ناجحة. هيام اسم ناجح. هيام. البيضاء السمراء والبيضاء، مسيطرة قوية تتحمل مسؤولية هذا الاسم. نور كذلك الأمر. مثلا ذكور مثلا، طب هلا محمد طبعا بيكون عنيد باسم ناجح أسمر اللون. ما إلا علاقة باسم محمد، بيقولوا لك أنه بهذا الاسم في مد بيمد معه قبل العمر كذا وبعد العمر كذا. نحن حسب هو يغلق، هو اسم يغلق فقط بالميم. الميم شكله هو حرف مغلق بولاية الاسم، ولكن نحن إذا طلعنا بالميم كشكل بدنا نسقطها على الرقم تجمع أربعة. رقم أربعة حلو بيعطي كتير حالة مادية حلوة لمحمد. لمحمد ولكن هو عنيد بشكل عام، ولكن هي مراحل مثل ما قلنا نحن. يعني الميم محمد عم ياخذ من الواحد ل 18 بس بحياته بيكون عنيد. بعدين بالحاء بتشوفي بينفتح مثلا اسمه، الحاء بياخذ حرف الحب الناري، الحزن الناري، طاقة الحب المشتركة ببلش يحب. يعني اسمه محمد حلو بعطي اسماء حلوة مثلا. إذا بلشنا مثلا ناخذ اسم مثلا زيد اسم ناجح. زين مثلا. زين اسم ناجح، ولكن هون تكون لون البشرة أنا بركز عليها مثلا. يعني أنا ما بسمي المولود الجديد يزن إذا كان أبيض البشرة مثلا أو أسمر البشرة. بدنا نحدد مثلا أسمر بعطيه اسم يناسب الشخصية بالنهاية، بل هذه الشخصية بدها اسم يناسبها. بتشوفي شخصيات كتير ما نو اسمها مثلا، بتشوفي وحدة اسمها ديما وهي لازم يكون اسمها نور مثلا. هي كتير مهمة. طيب ومثلا مثل الأسماء كمان خلينا نقول، لأنه هلأ كتار بيقولوا والله اسمي ما طلع، لكن لو نعد مثلا كم اسم من الأسماء خلينا نقول اللي طاقتهم ممكن تأثر بشكل مريحة، طاقة إيجابية، أسماء ناجحة. طيب خلدون. خلدون. خلدون بينجح جدا جدا، بيتعب شوي. يعني هي مرحلة، ما في اسم ما بيتعب مثل ما حكيتي، ولكن هي مرحلة بس بشكل عام ناجح. كنوز. كنوز. كنوز.
اسم غريب, كمان يعني. غريب, في اسماء غريبة جدا مثلا, معنى كبير يعني. طب مثلا حبق اسم نادر طبعا ولكن حبق. ناجح. ايفانا. طب جوليان ايفان للذكور, جوليان وايفان للذكور. ارام اسم ناجح, ادم اسم ناجح ولكن ارام افضل, يعني انا بسكي الافضل. شو الفرق بين ارام وادم؟ ادم يعني بيكون شوي في تعب, حرف الميم مغلق بنهايه الاسم, يعني وين بيتعب؟ بيتعب بنهايه الحياه, يعني هذا الاسم بيمرض بنهايه حياته, بنهايه الحياه طبعا بيمرض هذا الاسم بنهايه الحياه. هذا الحرف بيحمل مرض بحرف الميم لانه بينغلق بنهايه الحياه, يعني هذا شو بينغلق معناته؟ بيصير عنده نقص بطاقه الجسد, بينغلق يعني هو مثلا اذا طب ما ارام نفس الشيء كمان في ميم. بس لقل لك شغلي, ولكن هون في حرف الف وراء, الراء حرف هوائي وناري بيلغي باقية الحروف. عم يلغيها ودال عم يلغيها. ليش عم يلغيها؟ انا رح اقول لكم ليش. هلا كمان سؤال هون, اذا بلشنا بحرف الالف له منزل من المنازل القمريه هي الشرطين, هي بتضل مشرقه يعني هي ما بتغيب. الابراج بتغيب والمنازل القمريه بتغيب, ولكن في منازل قمريه لا تغيب. لما بتكون الزهره هذا الاسم اللي بيكون بدايه اسمه باول حرف من المجموعه هي بتعطيه طاقه جدا رائعه. كثير جميل يعني هيك. خلينا يعني استاذ اسالك يعني اللي بيحبوا مثلا يتواصلوا معك, كيف ممكن عم تسوق لحالك؟ كيف عم تتواصل مع الاشخاص؟ كيف عم تشتغل على هذا الموضوع؟ هلا حاليا يعني على الفيس اكثر شيء, التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا اكثر شيء بتواصل. أكتر شي طبعا معك. يعني هو اكثر شيء عم ينجح هلا, يعني عم يعطي فرصه انه الواحد يظهر هذا العلم, لانه هذا العلم عندنا كثير كان يعني مجهول الصراحه, يعني ما حدا اشتغل فيه بشكل مزبوط. كل عم يشتغل عم ياخذه مثل ما حكيت بشكل ببغائي. لازم يكون في علم الله سبحانه وتعالى. طبعا انا اسند في علمي اولا الى القران الكريم, المرجع الاول لعلم القران الكريم. والقران الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم, والنجم والشجر يسجدان. النجم عم يسجد لله, طب وهذا الاله الخلق لهذا النجم, اذا هذا النجم يعطي طاقه, لانه مستحيل يسجد نجم الى الاله الا ليكون عنده طاقه ايجابيه متصل مع الاله. كل علمنا يبدا من هذا النجم, من هذا الكوكب. شوفوا كيف سيدنا ابراهيم عليه السلام فلما جن الليل راى كوكبا, طب معناته الله سبحانه وتعالى الهم هذا النبي انه يرى كوكب وقال هذا ربي, يعني من جمال هذا الكوكب والطاقه ألهمه انه يقول هذا ربي, ولكن افل. اذا الكواكب هي تظهر وتغيب استنادا الى القران الكريم. تماما. اليوم قد يعني ممكن يفيد علم الحرف والرقم بحل مشكلات, حل صعوبات بالحياه, ربما يكون بتغيير اسم, يعني اسم وطاقته على الشخص هي تمام. طاقه سلبيه, قد ممكن يساعد هذا الموضوع اذا نحن فعلا غيرنا الاسم وغيرنا طاقه الاحرف ممكن تغير حياته؟ طيبا. هلا تغيير الاسم في امثله على هذا الموضوع؟ طبعا في امثله. تغيير الاسم كثير مهم. انا راح اطرح الامساء يعني اسماء بكل محبه بدون ما حدا يزعل, يعني هلا في عالم تزعل يعني, بس انا احكيها لانه هذا علم. صحيح. ديما لازم تغير اسمها. لال اذا بدنا نلاقي البديل مثلا بدي اشوف اسم الام, بس عم احكي بشكل عام. بشكل عام. هلا حسب الشخصيه سمراء ولا بيضاء, ماسك بشكل عام. مثلا سمر بتغير اسمها, اسم متعب. سمر طبعا. ميساء بتغير اسمها. هي الاسماء بدها تغيير. هيفاء تغير اسمها. آلاء, لما, نهى. الألف المقصورة بنهاية الاسم أو الهمزة بده تغيير اسم. راح يسألوني ليش؟ كل الحروف إلى كواكب داعمي إلا الألف المقصورة, ليس لديه كوكب داعم, يعني ما في شيء عم يدعمه على هذا الحرف, عم يكون بالاسم طاقة سلبية بدون دعم. كل حرف بدون دعم مجموعة قمرية إذا هو يعطي طاقة سلبية, وهي الطاقة تؤثر على الجسد من خلال, شوفوا بالجسم حكيت أكثر من مرة في ثلاث مواقع لاستقبال الطاقة, الجسد والروح والعقل. العقل مركز العقل الباطن طبعا اللي هو متصل مع الروح, والجسد مركز الطاقة تحت الحجاب الحاجز يطلق عليها النفس الأمارة بالسوء, والطاقة الإيجابية اللي هي طاقة الروح هي مركز القلب. وكل وحدة من هدول الله سبحانه وتعالى ذكر بكتاب الله أكثر من مرة, مثلا يا أيتها النفس المطمئنة أذهبي إلى ربك, لا أبرئ نفسي إنما النفس أمارة بالسوء, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا هناك نفس لوامة بظاهر النفس هي موجودة في المخ, ولكن أنا أخالفهم تماما. العقل الباطن هو موجود في القلب وحكي مثبت. وأسماء الذكور يجب تغييرها مثلا. أسماء الذكور هلا علاء بدنا نغيره. علاء كثير بده تغيير. عادل
بده تغيير. مع يعني هو عادل يعني بتحسه انه اسم تماما خفيف هو عادل بس شوفوا كيف عادل. انا بدي اغير مو لانه هذا بعطي الاسم هو اسمه مثل ما قلتي بالمعنى ما له نصيب من اسمه على فكره ما له نصيب ابدا لا لانه عين اتصال العين مع الالف يعني مثلا عين بياخذ مثلا مائي مع الف ناري ما بيزبط يعني طاقتين متعاكستين لازم يعني يغير طبعا لانه عادل بيتعب شخصيته راح تكون ضعيفه انا بعتذر طبعا ولكن هي علم الشخصية ضعيفة ما في شهرة حياته الزوجية فاشلة بكل محبة طبعا يا حرام العادل طلع أبدا ما في عادل هلا العادل اللي عم يسمعنا يعني هذا أنا عم بحكي عن الاسم ماني بحكي صحيح صحيح فهمت عليك عم بحكي عن الاسم يعني ذكرنا أنه بتختلف كمان حسب الولادة يعني مشان ما حدا يزعل تمام هلا لأنه صديقي عادل أكيد بيكون عم يحضرنا ف هلا غير لازم يغير اسمه طبعا طيب لو كان عمره 45 لازم يغير اسمه لازم يغير اسمه شو كمان يعني هلا اذا كان ابيضان اللون هسه بيتعب اكثر من اسمر عادي اسمر ممكن يقاوم شوي طيب معلش استاذ هيك سؤال ممكن خطر طبعا. ببالي وخطر ببال اكثر المشاهدين طيب على سبيل المثال عادل غير اسمه هل تنعكس الطاقه عليه بشكل مباشر طبعا. بحياته اولا تغيير الاسم شغله ما انا سهله وما انا صعبه يعني لان عنده اراده جدا سهله الحكايه يعني على الاقل بالمنادات طبعا انا ما بحكي غير المنادات لانه الانسان بياخذ صفات الاسم وطاقته من المنادات كيف راح نبلش يعني أنا بدي بلش باسمي بدي أزرع بعقل الباطن بالمخيلة طبعا مو بالمذكرة بتنسى المخيلة ما بتنسى أنا بدي أزرع أنا اسمي عادل الشهر 2-3 بياخد صفات الاسم بدون ما حدا ينادي له مو شرط مهم أنا نادي لحالي بالاسم الجديد مثلا تمام. عادل يعني مثلا إذا كان أبيضاني بناسبه ملهم لعادل. ملهم مثلا بيناسبه كثير اسم ملهم جيد يعني جيد طبعا طاقته رائعه ملهم. يعني مسيطر ومغلق وشهره وفي ميمين ناري جدا يعني بيطلع ناجح جدا يعني عنده طاقه جسد هائله واكثر الاسم بيكونوا رياضيين طبعا رياضيين صحيح بتحسن اسماء شهره اي طبعا شو كمان الاسماء اللي يجب تغييرها كمان اذا للذكور كمان بناخذ مثلا امجد طبعا امجد ياخذ طاقه جسد عنده صفر طبعا انا بنصح بالقران الكريم كثير ولكن بده يغيروا لاسمه ميم بدايه الاسم بعد الالف يعني ناري ورا ناري بيعطي انعكاس جدا على طاقه العقل للانسان يعني الانسان بيصير عنده بعقله الباطن خلاف الظاهر يعني بيفكر بس ما في عم ينتج هذا الفكر لانه في كثير ناريه عم تدخل على العقل الانسان طيب مثلا كمان بعض الاسماء يعني اذا فينا العدد مثلا نفيد اكثر عدد ممكن من الناس اللي عم تسمعنا نحط لك يعني اسماء مثلا إيه على سبيل المثال مثلا اسم فارس كرجل كمان متعب طبعا ما في مثلا محلات بيوصلها ممكن يرتاح فيها ممكن يرتاح بكل شيء الا بالحياه الزوجيه فارس بكل محبه حياه الزوجيه متعبه مثلا اسم اميرنا كفتيات اسم ناجح مسيطره ناجح ميم وراء كثير حلو ونون انفراج بنهاية الاسم الشباب زملائنا فداء مثلا فداء اذا كانت انثى انا انصح تغيير الاسم بكل محبه وذكر لا ذكر كويس لإله بس ولكن فداء هو للذكر وليس للانثى هلا الاسماء المشتركه بين الذكر والانثى بتميل اكثر للانثى انصح بها فقط للانثى بدها تغير اسم فداء لانه هذا الاسم عم يعطيها طاقه مع انه في همزه رانيا لازم اعرف البشر لانه رانيا كثير في خلاف بالبشر شو بشرة رانيا هي زملائنا بالكنترول اذا كانت بيضاء بدها تكون طاقتها ضعيفه شوي تقرا قران كريم اذا كانت سمراء بتكون ناجحه جدا كينانا. اسم ناجح كنانة اسم ناجح وقوي ومسيطره والله يعينه بده يتزوج الا نور حلو ناجح الله يعين فعلا بكل محبه قويه جدا مسيطره يعني هي تحط الزوج بقفص يعني نفس على كيفك هذا الاسم كثير 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 ناري قوي جدا ناجح راميا قلنا ذكرناها حسب البشرة داليا اسم ناجح كمان مسيطر اي والله مسيطرة هاي الغونية نفس كنانة تماما يعني هي مسيطرة نفس كنانة طبعا يعني بيعطوا هن شوي هيك تنفس فقط للزوج وناجحين وعندهم شهرة على فكرة يعني هن بينجحوا ذكر راميا بنرجع نعيد راميا لأنه ما سمعونا صح راميا اسم ناجح هي بتتعب بس لقلك شغلة بالنهاية بدها طاقة العقل يعني هي بتفكر انه ما تفكر كتير بالنهاية بدك تعيش المراحل يعني أنا بنصح كل اسم يعيش مرحلة حياته يعني أنا مراهق عيش المراهق يا أخي أنا بدي أتزوج عيش الزواج أنا بدي أعمل عيش يعني أنت ما تعيش مرحلة المراهقة بالأربعين
وما تعيش مرحلة العمر بالعشرين، يعني كل واحد يعيشها بمرحلة مشان تكون مرتاح. إن عم يسبقوا مراحل العمر، يعني بتشوف هلا واحد عمره 20 عم يفكر يعني بالأربعين، خطأ هذا الكلام. بالنهاية بدك تنطر شوي، كل شيء بده صبر. تماما، كل شيء بده صبر. لسه في أسماء يا جماعة؟ ندى، مدى، مدى اسم ناجح، ندى اسم مانو ناجح، مازن، مازن اسم ناجح إذا كان أبيضان اللون، إذا أسمراني يعني ناجح، بس هلاك ناجح أكثر. حسام اسم ناجح كمان، بينغلق حسام، بينغلق، خليه يفتح نهاية الحياة شوي. كيف يعني ياخر ويعطي؟ يعني مثلا أنا بقتنع بشغلي، يعني هذا الاسم يعني داخل الفكرة بدي شوي لحتى يعني ما بقتنع فيها فورا، أنا بدي أفكر كتير كتير لحتى رد عليك. إن نور ونورة ناجحين، ناجحين جدا هدول، يعني جدا في ممتاز وفي جيد وفي جيد جدا حسب، وفي وسط وفي ضعيف. تمام. لمار، لمار ناجح، ناجح لمار، يعني أكثر هدول بيسافروا برا طبعا، بيكون عندهم سفر لمار بيسافروا. أحمد، أحمد إذا كان أسمر اللون رائع جدا جدا، أبيضان اللون ينقص ساقة الجسد بالقرآن الكريم، ممكن تستعوضه. هلا حكينا على الألف المقصود، أحمد الأسمران كتير كتير رائع، محبوب، قوي، محبوب وقوي وناجح ومسيطر، يعني عنده كل هاي الصفات. يعني وين بيروح عنده طاقة إيجابية كتير، حلو، مسيطر، يعني تشوفه وين 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 مكان بيجيب السعادة. هلا طيب مثلا مثل أسماء مثلا بين أصب النهاية حرف، مثلا حيدر، حيدرة مثلا، هاي الأسماء شو؟ هلا إذا كان حيدر مع الألف بيكون مناصرة، حلو كتير، تمام، بس ما حيدرة مع الهاء بيكون الهاء بيجمع خمسة بيعطي شوية هم نهاية الحياة. وحيدر لحال كمان حلو، حالف هوائي جدا ناجح، الأحرف الهوائي ناجحة بشكل عام، محبوبة. تمام. سلوى ألف مقصورة، حكينا بالألف المقصورة، بدي تريح شوي، يعني والله أنا يعني لو كان عمره 40 أنصح تغيير الاسم، سهل كتير، بس نادي لي باسم تاني. يعني أنت بتنصح بتغيير الاسم المنادى، يعني المنادى لأنه إحنا معاملات بالدولة وتغيير نفوس والقصص، فقط المنادى، يعني فقط المنادى. طبعا الصغير نحن بدنا نعلمه يكتب، لأنه بس الكبير خلص انتهى مرحلة الكتابة، يعني الاسم فورا بس داخلي بيدخل العقل، بس الصغير بده يكتبه مرة اثنين ثلاثة لحتى يدخل عقله. يعني الصغير لما بنغير له بده يكتب الاسم، ضروري يكتبه، بس ولكن في أسماء بيجوا ولاد صغار مثلا، يعني مثلا امبارح أحدهم إجاه ولد قال لي أنا سميته خالي، ليش؟ على اسم خالة لست جدة، هم يعني بتعرف العائلات هي بتلعب دور، إنه وجدنا أبانا على أمتين. قلت له غيروا اسمه، قال لي أوكي شو بدي سميه؟ قلت له سميه اسم يناسب الشخصية، يعني بالنهاية هذا الطفل بدنا نشوفه أبيضاني أسمراني مثلا، إذا سمينا أحمد أسمراني مثلا بينجح، إذا سمينا أحمد لواحد أبيضاني بيكون عنده نقص بطاقة الجسد، يعني ما بيشبهوا بعض الأبيض والأسمر أحمد، كل واحد مخ تماما. تماما. اسم توفيق ناجح بالعمل جدا، يجمع مال كثير توفيق. تماما. هلا في كثير من الناس بيقولوا لك انه بيختلف الاسم الثلاثي عن فوق الثلاثي، هل الموضوع كمان مرتبط؟ هلا انا افضل اسماء الثلاثيه رباعيه خماسيه. انصح بعدم تسميه الاسماء الثنائيه مثلا مثل مي، اسم متعب جدا. اسماء ثنائيه بتكون يعني كيف مثلا انه لما بتشوفي اسم خماسي بيكون بيدعمه خمس كواكب بالسماء بتعطيه طاقه، والثلاثي ثلاثه، بس الثنائي بيكون اثنين بيصير عنده ضعف، والإنسان عنده ثلاث طاقات وهو بيدعمه كوكبين رح يكون بيتعب إجباري. يفضل أنه في ثلاثي وفوق أفضل يعني. خلونا هيك كآخر اسم معنا غادة. تتعب والله. تتعب؟ اي والله تتعبي والله. طيب تعبانة بدها تغير اسمه، معلش فيك تغير اسمك. وبالختام كلمة أستاذ نزيه من حضرتك بخصوص هذا الموضوع كنصيحة يعني للي بيتبعوا مثل ما ذكرنا. هلا أنا بنصح بكل اسم واحد ما نرتاح له يغيره. يعني أنا بعرف في أسماء كتير الناس ما بترتاح لها، معلش غيروا أسماءكم، نقوا أسماء فيها طاقة، اشحنوا الطاقات من خلال القرآن الكريم كتير مهمة، وأفضل صورة للناس هي صورة النبأ، صورة النبأ للجميع، صورة النبأ للجميع الأسماء. حتى صغار يعني لازم نعلمها نحن من الصغر، حتى أجدادنا كانوا يعلموها صغار إنه يلا نبأ نبأ نبأ، هي تفتح كل جدارات الحماية للجميع ولكل الأسماء. فعلا شكرا كثير لك وعزبناك معنا اليوم، وشكرا كثير لوجودك معنا. يعطيكم العافية إله إن شاء الله. الله يسلمك يا رب، ضلوا مشرقين وطاقة إيجابية لكم، ويا مرحبا بكم إن شاء الله. شكرا كثير لك الخبير بعلم الرقم والاسم الأستاذ نزيه سمندر، وشكرا للمعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد بنتمنى لكل الناس تحقق أحلامها ونجاحاتها. ومثل ما هيدي النصيحة يعني التغيير أبدا غير مضر، يعني حتى لو اضطرينا نغير بأسماءنا لازم نغير لحتى نوصل للأفضل وللأحسن.